كل دول مستنيينك بزكاتك أو صدقتك أو صدقتك الجارية، مستنيينك تمد إيدك تنقذهم. الأسرة دي محتاجة إعانة شهرية لأن عائلها الوحيد مريض وما عندهمش حد يتكفل بيهم. شارك بمساعدة أسرة فقيرة عائلها مريض بقسط شهري 250 جنيه وكون سند ليهم. شارك بكفالة طفل يتيم بقسط شهري 300 جنيه وكون ليه ظهر. شارك بتركيب سقف وأبواب وشبابيك لأسرة كاملة وانقذهم من حر الصيف وبرد ومطر الشتاء بقسط شهري 320 جنيه. شارك بتوفير وصلة مية نظيفة وانقذ أسرة كاملة من الأمراض بقسط شهري 360 جنيه. أو شارك بحفر بير بقسط شهري 810 جنيه ووفر لأسر كتير مصدر مية في منطقة نائية في الصحراء. شارك بكفالة زواج بنت يتيمة بقسط شهري 500 جنيه وخد ثواب كفالة وستر بنت يتيمة. خير بالتقسيط، قسط مشاركتك وخد كامل الثواب لنفسك. أو شارك بسهم ب 300 جنيه أو باللي تقدر عليه. للتبرع كاش أو فيزا اتصل ب 19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.